صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في هذه الأزمنة المتأخرة ما نلاحظه ونشاهده من ندوات ولقاءات من أجل إزالة الفروق بين المؤمنين والكفار، فما هو توجيه فضيلتكم حيال ذلك؟ المناظرة بين المسلمين والكفار إذا كان القصد منها الدعوة، دعوة الكفار إلى الإسلام، فلا شك، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. فإذا كان القصد من اللقاءات مع الكفار دعوتهم إلى الإسلام وبيان محاسن الإسلام وبيان بطلان ما هم عليه، هذا أمر واجب ومطلوب. أما إذا كان القصد من هذا التراضي بيننا وبينهم وكل واحد يقر الآخر على ما هو عليه، فهذا لا يجوز. نعم.